للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السيد عادل المعودة عضو مجلس الشورى. أرحب بك سيد عادل في نشرة أخبار الثالثة. إذن يعني أشاد خطاب جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث بجهود الفريق الحكومي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية في كل ما يصب لصالح الوطن والمواطنين. كيف تقرأ مضامين هذا الخطاب السامي في هذا الشأن؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أولا أقول أن الخطاب السامي أثناء افتتاح دور الانعقاد دائما سنويا هو في الحقيقة بمثابة خارطة الطريق للعمل الحكومي والعمل التشريعي، حيث أن نحن نقرأ من خطاب جلالته حفظه الله الخطة العامة للبلد، لأن التشريع له دوره الكبير في تسهيل وتنفيذ الخطط المرجوة. ولا شك أن الحكومة الموقرة بتوجيه من جلالته وبقيادة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء لا شك يبذلون جهد كبير ملحوظ وملموس في وضع الخطط القصيرة والبعيدة المدى، ونحن حقيقة نرجو من ذلك خيرا. لا شك أن الاستباق لوضع خطة 2050 بعد استكمال 2030 ثم الخطة في نسختها الجديدة 2050 أعتقد تحتاج منا الاهتمام الكبير، وهذا ما نوه له أو ألفت نظر له جلالة الملك المعظم. ونحن بدورنا أيضا في السلطة التشريعية نرى أن لا بد لهذه الخطط من قاعدة تشريعية تجعلها إمكانية التنفيذ، وكذلك حماية هذه المشاريع خاصة التي سيكون فيها مساهمات خارجية للمستثمرين الذين الاستثمار الأجنبي. ولا شك أن كل الدول المتقدمة تحرص على إيجاد بيئة صحية للاستثمار الأجنبي، لأنه رافد مهمة يحل كثير من القضايا التي يعاني منها الناس، ومنها يعني انتعاش الاقتصاد، توفير فرص العمل، وهذا من أهم القضايا التي تعمل عليها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لذلك دور كبير على السلطة التشريعية في هذا المجال تعاونا مع السلطة التنفيذية التي دعبت دائما مشاركة السلطة التشريعية في خططها حتى يكون العمل متناغم ومنسجم مع بعضه البعض. ولفتت جلالة الملك حفظه الله لهذا هو ترسيخ للعمل الذي تقوم عليه السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا شك مزيد من إن شاء الله التطوير. ونحن متفائلون جدا بالجهد الذي يقوم به فريق سمو رئيس الوزراء في إعداد هذه الخطط وفي متابعتها وفي تنفيذها، ونرجو أن يكون فيها الخير للبلاد والعباد. نعم بإذن الله. سعادة السيد عادل المعودة عضو مجلس الشورى، كل الشكر لك على هذه المداخلة.